أخبار مؤسسة الشهداء من استوديوهات الخالدون، أهلا بكم. رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وبحضور رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلية يستقبل عوائل شهداء التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة الكرادة، ويبلغهم بتنفيذ أحكام الإعدام بحق 3 من المتهمين الرئيسيين. واستمع السوداني إلى مطالب ذوي الشهداء موجها بمتابعة متطلباتهم الخاصة وتذليل العقبات أمام كل من يعترض تحقيقها. رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي يعلن باستمرار المؤسسة باستلام طلبات جميع ذوي الشهداء لتوزيع الدفعة الأولى من البدل النقدية، مشيرا إلى حصول المؤسسة هذه السنة على موازنة جيدة تسمح لها باستمرارها بتوزيع البدل النقدية. وفيما يتعلق بالدراسات العليا، أكد النائلي في كلمته الأسبوعية أن المؤسسة استطاعت تثبيت فقرة الاستثناء من شروط النجاح وإضافة الخمسة درجات من البدل النقدي. وحقيقة التخصيصات التي رصدت في الأعوام السابقة هي تخصيصات قليلة لا تكفي العدد الكبير من الشهداء، وفي هذه السنة الحمد لله حصلت مؤسسة الشهداء على موازنة جيدة، سوف تستمر باستقبال طلبات جميع شرائح الشهداء من أجل استمرار بتوزيع البدل النقدي. رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي يستقبل عددا من عوائل الشهداء والجرحى، ويؤكد سعي المؤسسة وبكل قوة لتطبيق ما جاء في نص القوانين من خلال الضغط في جميع الاتجاهات وعبر وسائل عديدة لاستحصال تلك الحقوق. من جانبهم قدم الحضور طلباتهم واحتياجاتهم لرئيس المؤسسة والكادر الإداري الحاضر الذي بدوره وجه بتنفيذها بالشكل العاجل. خدمة للتضحيات التي قدموها عوائل الشهداء، مؤسسة الشهداء تطلق خدمة طلبات البدل لقطعة الأرض عبر بوابة أور الإلكترونية. المؤسسة أكدت أن التقديم على استمارة منحة البدل النقدي لشهداء ضحايا العمليات الإرهابية حصرا لأهالي بغداد عبر الرابط الذي تم نشره، أما شهداء الحشد وجرائم البعث فعليهم التقديم على استمارة ثانية عبر الرابط المنشور. مؤسسة الشهداء تدعو الطلبة الحاصلين على معدلات 93 فما فوق من الدور الأول للدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 22 و23 مراجعة قسم الرعاية العلمية وتسجيل بياناتهم لغرض تكريمهم مستصحبين المستمسكات الثبوتية معهم. مشاهدينا الأخبار انتهت، إلى اللقاء.